الخوا راكم تشوفوا هدرت لكم على الهضره تاع الصح ريزو كوبا. معليش معليش. دونك واش درت؟ عيطت لخويا قلت له من فضلك، عيطت لود عمي نكاز رشيد باسكو هو يخدم في الجي، قلت له من فضلك اورجون اورجون يجي اورجون. ساعه ونص باه جا الحمد لله، جا ملف كان واجد وقلت المسؤول تاع المجلس الدستوري قلت له عندي ملف جديد نقدمه. قال لي شو هذا الملف؟ قلت له ملف تاع نكاز رشيد. جاتو ضحكه يعني حسب بلي يعني راني نتمسخر، وصح كنت نتمسخر على بالكم. قلت له انتم درتوا مترشح ميت درو نورمال عيناني، انا ندير لكم فوتوكوبي تاعي ندير لكم روتسوكول ورا المشكل. قال لي كيفاه ما فهمتش؟ قلت له ساهل، انتم عاد درتوا مترشح ميت انا ندير لكم فوتوكوبي تاعي روتسوكول، على تسالوني ولا كيفاه؟ ورا البروبليم رئيس سبع سنين ما هضرش كلمه والو، انا او موان ولد عمي يهضر يمشي يقابل الناس يجاوب الصحافه بو خطير سياسه معليش او موان رحنا والرئيس وراه راه في كونجيلاتور ما تفدوه. ما عجبهمش الحال ما عجبهمش الحال. قلت لهم شوفوا يعجبكم الحال ولا ما يعجبكمش الحال ماشي مشكل تاعي هذا، فهمتوني ولا لا؟ انا يا هذا الملف نقدمه نقدمه مهما كان، فهمتوني ولا لا؟ انا يا لو كان راكم حاسبين بلي نخرج من المجلس الدستوري ونقول للصحفيين ونقول للشعب الجزائري اللي دار فيها ثقه اللي عملنا استمارات في 48 ولايه في الماريكان في اوروبا في اسيا ونقول لهم بلي لا غالب المجلس الدستوري ما قبلليش الملف، هذه مستحيل. هذه انا ما نلعبش مع الشعب الجزائري، ما نلعبش مع الشبيبه الجزائريه، انا شبيبه جزائريه دارت فيها ثقه ولازم لازم نسيب حل سياسي، فهمتوني ولا لا؟ هكا قلت لهم لازم نسيب حل سياسي على هذا الشيء. قدمت الملف تاع ولد عمي نكاز رشيد فوتوكوبي تاعي رود سكور تاعي باه الشعب الجزائري يحس باللي كاين حل سياسي، ما نخلوش الشبيبه الجزائريه ضايعه، ما نخلوش الشعب الجزائري يكون ما يعرفش كيدير باه يرقد. عندنا حل سياسي على هذا الشيء، قدمت الملف تاع ولد عمي فوتوكوبي رود سكور نكاز رشيد، اسم واحد نكوه واحده، هذا هو الهدف تاعي اللي درته باه قدمت الملف تاع نكاز رشيد، وما نخليش الخدمه اللي درناها بال 2014 هكا تطيح في البير كيما طاح خونا العياشي ربي يرحمه. تبغوا ولا تكرهوا وراني هنا ونديروا الحمله الانتخابيه ونشوفوا لو كان هذا مجلس دستوري يرفض الدوسي من نهار 10 ايام ان شاء الله. هذا هو الهدف، هذه هي السبه على جال قدمت الملف تاع نكاز رشيد فوتوكوبي تاعي رد سكور تاعي بل نقابلوا هذا النظام الفاسد اللي ما يخافش من ربي اللي راه رشح انسان اللي مات اللي راه في الكونجيلاتور. هل هي السبه؟ وعلى بالكم وسره ساعتين وحنا نستناو باه قبلوا باه قبلوا لنا. شوفوا هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، شوفوا بعينكم تاع المجلس الدستوري. يعني اليوم اليوم شوفوا بعينكم باللي المجلس الدستوري بالسيف عليه قبلنا هذا الملف، فهمتوني ولا لا؟ هذه الدخله في استراتيجيه سياسيه، فهمتوني؟ انا مانيش نية كما كنت في 2014، ما رانيش نية باسكو الشعب راه دار فيا ثقه، شبيبه جزائريه دار فيا